إذن لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلة الغد نيفين سليم. إذن نيفين، ما الجديد لديك؟ وائل، قبل قليل بدأ تشييع جثامين الطفلين اللذين استشهدا يوم أمس على حدود قطاع غزة الشرقية أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار. هناك تنديد واسع سواء شعبيا أو فصائليا على هذا الاستهداف الإسرائيلي الذي استهدف أطفالا في عمر 14 والسابعة عشر. هم كانوا يتظاهرون بشكل سلمي على حدود القطاع والجيش استهدفهم عبر الرصاص المتفجر. وهذه الأسلحة المحرمة دوليا منذ بداية مسيرات العودة وحتى اليوم الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها ضد كافة المتظاهرين السلميين على حدود القطاع. باستشهاد هذين الطفلين ارتفع عدد الشهداء الأطفال منذ بدء مسيرات العودة وحتى اليوم إلى 60 طفلا، و18% من عدد المصابين منذ بداية المسيرات وحتى اليوم هم من الأطفال. عدد الإصابات بلغت حتى اليوم 18,000 إصابة في صفوف المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار. عاد عن الإعاقات التي سببتها هذه الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد المتظاهرين سواء عبر الرصاص المتفجر والمطاطي وعبر أيضا الغاز المسيل للدموع والذي بات سلاح أيضا فتاك يستخدم في قتل المتظاهرين على حدود قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية قالت إن هذه جريمة متكاملة الأركان والاحتلال الإسرائيلي سوف يتم محاسبته على هذه الجريمة، وأنه حتى اللحظة لم تتخذ الفصائل قرار بالرد وأنها ما زالت تبحث قرارات الرد على قتل هذين الطفلين رغم الصواريخ التي أطلقت ليلة أمس من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية والتي سقط إحداها في إسدروت. 5 صواريخ خرجت من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية، وفي المقابل قام الجيش الإسرائيلي بالرد على هذه القذائف الصاروخية بقصف موقعين يتبعان لحركة حماس، أحدهما شمال القطاع وهو موقع عسقلان في منطقة بيت لاهيا والآخر شرق مدينة غزة وتحديدا في منطقة الشجاعية. الفصائل الفلسطينية دعت الوسطاء الذين أبرموا تفاهمات التهدئة الأخيرة إلى التدخل للجم الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافه للمشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار. نعم، شكرا جزيلا لك نيفين سليم مراسلة الغد، كنت معنا من غزة.